السلام عليكم، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في قناه اتولي تيما. عواش مبروكه، الله يدخلهم عليكم بالصحه والسلامه. كنشكر بزاف المتابعين ديالي، وكنشكر بزاف الناس اللي كيتواصلوا معايا، والناس اللي كيصيفطوا لي دي زيميل، الناس اللي كيدخلوا عندي الانستغرام وتيسولوني. شكرا لكم بزاف، وشكر خاص ايضا للناس اللي كيجربوا الوصفات ديالنا. زعما رمضان مبارك، وكتفرحوني بزاف ملي كنشوف شي واحد جرب الوصفات ديالنا وصدقات ليه. كيف ما كتشوفوا اليوم الوصفه ديالنا هي خبيزات ديال البيتزا، او لو فون دي بيتزا، كيجيو هشاش وكيجيو رقاق، وممكن تحتفظوا بهم في المجمد، كيجيو زوينين. كتبغي تخصكم غير تعمروهم وها هما وجدوا. دابا ندوزوا للطريقه والمقادير. غادي نحتاجو 250 غرام ديال الفورس، اولا ربعه ديال الفورس، مع ربعه ديال الفينو اولا الدقيق الخشن، اولا ممكن تعوضوه حتى بالدقيق الكامل. غادي نحتاجو بيضه، شويه ديال الملحه، غادي نحتاجو شويه ديال الزعتر والزعتره، غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال السكر، خنيشه ديال الخميره ديال الحلوه، غادي نحتاجو كذلك ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه اللي هي هذه، وغادي نحتاجو ربع كاس ديال زيت الزيتون، وشويه ملعقه تقريبا جوج ملاعق كبيره ديال المطاط. نبداو دابا على بركه الله. غادي طبيعه الحال نبداو بالدقيق. انا هنا غادي نستخدم العجانه، وانتوما غادي الا بغيتو تعجنوها بيديكم ممكن تعجنوها بيديكم. وغادي كذلك نخويو عليه حتى الفينو ديالنا اللي بجوجهم غربلناهم قبل. غادي دابا نزيد عليه الخميره، الخميره ديال الحلوه كذلك. غادي نزيد السكر، غادي نزيد البيضه ديالي، وراه هاد العجين كيجي هشيش وكيجي زوين، ممكن كذلك تحتفظوا به في المجمد بطبيعه الحال. الناس اللي ما كيكونش عندهم الوقت انهم يديروا كل فطور بنهارو، كنعرفوا رمضان تتكون فيه واحد شويه ديال الشقاء، والناس اللي خدامين ولا الموظفين الله يحسن العوان ما يلقاوش الوقت. دابا من بعد ما زدت حتى المطاط ديالي كيف ما كتشوفوا، غادي نزيد القدر الكافي من الماء. الماء تيخصو يكون ضروري دافي، وغادي نعجنو دابا في العجانه. ودابا كيف ما كتشوفوا حطيتها في العجانه، غادي نزيد عليها واحد شويه ديال الماء، وبطبيعه الحال الماء تيبقى على حساب، خاصها تجمع لكم وتكون شي شويه رطبه. دابا غادي نعجنها واحد شويه قبل ما نزيد الزيت وقبل ما نزيد الملح. دابا غادي نزيدو واحد جهد معلقه صغيره ديال الملحه، غادي نزيدو كذلك واحد شويه ديال زيت الزيتون. كيف ما كتشوفوا درت جهد واحد جوج المعالق كبار حتى ثلاث المعالق كبار ديال زيت الزيتون. دابا غادي نزيد واحد شويه ديال الزعتر اللي ديجا حكيناه. بطبيعه الحال ما غاديش ندير هذه الكميه كامله اللي عندي، نتوما تقدروا تنسمو كذلك شويه بالزعتره الا عندكم، تجي زوينه، وحتى لي زارب دو بروفانس تيجيو زوينين في البيتزا. دابا غادي نكمل الكليك ديال العجينه ديالي ونرجع لكم من بعد. كيف ما كتشوفوا من بعد ما تدلكات لينا مزيان واحد 10 دقائق وحنا خليناها كتدلك، كيف ما كتشوفوا راه تجي رطبه وهشيشه، وما تجيش مرخيه بزاف، وميم طو ما كتجيش قاصحه بزاف. غادي خصكم تخليوها هكا بين وبين كيف ما تشوفوا. دابا غادي نغطيوها بالبلاستيك الغذائي، وغادي نغطيوها بشي طوخشون ديال لا كويزين، وغادي نخليوها ترتاح واحد الساعه. كيف ما تشوفوا دابا معنا من بعد ما خمرات لينا العجينه ديالنا، هي تبارك الله شطات نفخات. دابا غادي نقسمها على جوج، وغادي نحطها على بلان دو طرافاي، وجدت شويه ديال الفينو اولا الدقيق الخشن باش نسرحو هو الاول، عاد نسرح العجينه. بطبيعه الحال غادي نحتاجو حتى المدلك، وغادي نحتاجو فرشيط اولا هاد اللعيبه اللي كتقبل لينا العجينه. دابا كيف ما كتشوفوا من بعد ما سرحتها هكا، انا غادي نقطعها على ثلاثه، على هاد الشكل، وغادي نسرحها في لو بلون دو طرافاي ديالي. دابا غادي نسرح واحد شي شويه ديال الدقيق بحال هكا في لو بلون دو طرافاي. كيف ما تشوفوا ما كثرتش بزاف باش ما نعمروهاش بالدقيق، ومن الاحسن يكون الدقيق ديال الفينو. وغادي نبدا نسرحها، الا كانت تلصق لكم في المدلك تقدروا ديروا واحد شويه واحد الرشه ديال الدقيق الخشن فوق منها. غادي نبدا نسرح بحال هكا مزيان، وتبارك الله فيها الفقاعات ديالها باش حيت خلات بقات مرتاحه.
هما تيبانو ليا انايا هنايا، يقدروا ما يبانوش ليكم في الكاميرا. وغادي نستمر هكا حتى نسرحها مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا دابا من بعد ما سرحت العجينه هكذا، السمك ديالها تيكون شويه رقيق باش ما تجيناش بحال البطبوط. دابا غادي نبدا تنقطع هكذا، غادي نحاولوا نوركوا على الاطار مزيان ونحركوه غير شي شويه هكا. كيف ما تشوفوا ما تندوروش، كنحركوا غير هكذا باش كتبقى ليا البيتزا دائريه. غادي نمشي دابا للجهه الاخرى، ولا هذه جو بونس كتبان لكم حسن، وندير ثاني لا ميم شوز، نزرع الاطار مزيان. وهانتوما كيف ما كتشوفوا راه كتجي دائريه وكتجي زوينه. غادي نكمل على هذا الشكل حتى نكمل العجينه ديالي كامله. وبطبيعه الحال هذه العجينه هذه اللي كتشد لنا هكذا من الجناب، غادي نعاود نجمعها وغادي نعاود نخليها تخمر، ما نسرحهاش ديك الساعه، غادي نعاود نخليها تخمر واحد شويه على ما نكمل باقي العجين. هاد البيتزات الصغار غادي نحطهم في لاطه كتدخل الفران، وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 15 دقيقه. وسمحوا لي نسيت ما تقبتهاش، كيف ما كنعرفوا العجينه ديال البيتزا ضروري تيخصها تثقب. انا هادو ماشي مشكل، نقدر نثقبها غير هكذا. الا ما عندكمش هاد اللعيبه تقدروا تخدموا بشوكه اولا بفرشيت اولا اللي عندكم. دابا غادي نخليهم يرتاحوا. وكيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال عجين البيتزا ديالنا، ولا البيتزا ديالنا صغار هكذا. كيفاش كيجيو؟ ما كيجيوش صغار ما كيجيوش كبار، واخا الاطار كان كبير شي شويه تيجيو الصراحه زوينين. وشوفوا حتى السمك ديالهم ما كيجيوش رقيق بزاف، ما كيجيوش غلاد بزاف. كنتمنى هذه الوصفه تكون عجبتكم، خليو لايك، ديروا تعليق، وديروا ابوني، وتفعلوا الجرس الا ما كنتوش دايرينها. دوزو عندي الانستغرام الى عندكم اي تساؤل، وبسلام عليكم.